السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين، ونواصل هذه المتابعة المستمرة الخاصة بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق والتي تجرى وسط هذا السخط والغليان الشعبي من تردي الأوضاع في البلاد عموما، والذي ترجم إلى إقبال ضعيف جدا بهذه الانتخابات بخصوص المشاركة فيها. كانت بدايته طبعا في التصويت الخاص، ثم اتساع الدعوات إلى المقاطعة التي استهلها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. يسرنا في هذه المتابعة الخاصة أن نرحب بالاستوديو بضيفنا سيد نوري حمدان، الصحفي والباحث السياسي. حياكم الله، مرحبا بكم سيد نوري. وسيكون معنا أيضا من بغداد السيد عادل الجبوري، الكاتب والصحفي. نبدأ منك أستاذ نوري، يعني نبدأ من تصريح رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في العراق وهي فيولا فون كرامون، يعني هي أقرت بأن الإقبال الشعبي في المشاركة في هذه الانتخابات يعني عموما ضعيف جدا. ماذا يعني هذا التصريح برأيك مع كل هذه الجهود المبذولة من البعثة الأممية والحكومة للتحشيد لهذه الانتخابات للمشاركة فيها بقوة؟ نعم، هو هذا يعني حقيقة كان متوقعا كنا متوقعين أنه يكون الإقبال ضعيف، يكون المشاركة ضعيفة، لأنه تحديد سجل الناخبين كان أيضا ضعيف. مواطنين لم يذهبوا ليحدثوا سجلات الانتخابات، بطاقاتهم الجديدة لم يستلموا، حتى الذي ذهب بعد الدعوات بأنه هذه البطاقة ستكون واحدة من المستمسكات الرسمية للمواطن العراقي وذهبوا لتحديث سجل الناخبين لم يذهبوا لاستلامها أصلا. فهذا العزوف واضح، أسبابه هو يعني نقص الخدمات، أسبابه عدم المصداقية من قبل السياسيين الذين يوعدون ببرامجهم الانتخابية ومن ثم يخلفون بعد ما تجري الانتخابات، حتى وصل الحال معروف عند المواطنين النائب عندما يرشح لديه تليفون الجميع يحصل عليه في أثناء الاتصال، ولكن بعد الفوز مباشرة يغلق هذا الرقم ويحدث رقم جديد ويقوم ما يتصل بالناس، هاي معروفة. كنا نتوقع أيضا أنه الانتخابات إذا لم تتم بمستوى شعبي واسع راح يكون الموقف العالمي بأنه واضح من خلال مراقبتهم وتقييمهم على مشاركة الناس بالانتخابات. أكيد هم يعني أيضا يشعرون من خلال مجلساتهم وسفاراتهم بأنه عدم المشاركة لها أسباب. هذه الأسباب هي ما راح تمنع نتائج الانتخابات ولا راح تمنع تشكيل حكومة جديدة، راح تمشي الأمور بشكل طبيعي، لأن هم على اعتبار أنه العراق اليوم له سيادة فنسبة المشاركة ما تمنع شرعية الانتخابات تستمر. يعني هذه التصريحات سواء من مبعوثة الأمم المتحدة جيم بلاسخارت أو حتى هذه المبعوثة الأوروبية بأنه الإقبال ضعيف، يعني كما ذكرت لم تمنع من تشكيل الحكومة، يعني لم تمنع، ولكن أنا أستشكل عند نقطة كلش أساسية. إن كانت يعني ممثلة الأمم المتحدة وكذلك رئيسة الاتحاد الأوروبي الأوروبي وأي شخص معنوي، أي شخص معنوي على مستوى العالم وعلى مستوى العراق الداخلي الذي يجب أن يكون موقعه موقع الحياد، يجب عليه اليوم أن يلزم الصمت ولا يتحدث ولا يدفع الناس لا بالمشاركة في الانتخابات ولا عدم المشاركة في الانتخابات. الأشخاص الذين هم يعني قد يكونون مؤثرين على المواطنين، صحيح، يفترض أنه يكونون محايدين، لأنه الصراع اليوم الحقيقي ما بين هذه القوى السياسية التي أرادت إجراء الانتخابات للخروج من مأزقها الداخلي، من أزمتها التي تعيشها في الذهاب إلى الانتخابات، والشعب الذي يريد إصلاح حقيقي. فيجب على الرموز الكبيرة إذا كانت على مستوى الوطن ومستوى العالم يجب أن يقفوا مع الشعب، إن كانوا لم يريدوا أن يقفوا مع الشعب عليهم أن يقفوا في موقف الحياد، حتى الشعب هو من يختار وبدون تأثير وبدون دوافع. يعني ما شاهدنا اليوم مع الأسف الشديد هنالك الكثير من الدعوات تدفع الناس بالمشاركة في الانتخابات، صحيح. هو من قال المشاركة في الانتخابات وطني؟ الإنسان إذا شارك أصبح وطنيا، وإذا لم يشارك إنه مواطني.
الوطنية هي حب الوطن، مو المشاركة في الانتخابات. صحيح. المشاركة في الانتخابات برمتها هي جزء من العملية السياسية. في بعض الأحيان أنا أعترض حبا في الوطن. صحيح. إيماناً لرفض إيماناً ما يحصل وما حصل من هذه العملية السياسية. هذا تعبير يعني. العملية السياسية لم تنتج لنا شيء. نعم. القوى السياسية، خلينا نضخم الموضوع أكثر. نقول القوى السياسية اليوم التي تفرز أو تأتي من خلال هذه الانتخابات بهذه الطريقة مثل ما سبقتها الانتخابات 2018 والقبلها والقبلها، أنتجت قوى سياسية أقادوا العملية السياسية وأقادوا البلاد إلى هذا المستوى. تردي في الخدمات، انتشار الفساد، نهب وسرقة أموال الدولة، المال العام منهوب، وكانت نسبة المشاركة أيضا ضعيفة 18% أيضاً تقريبا يعني. بمعنى أنه يعني معناتها المشكلة وين؟ المشكلة في الانتخابات. صحيح. مو عملية الانتخابات بعنوانها العام، ولكن في آليتها التي وضعت من خلال هؤلاء الأحزاب نفسهم. صحيح. حتى يعيدون إنتاج نفسهم في العملية، وبالتالي يبقون هم نفسهم. إذا احنا اليوم أمام مشكلة هي إجراء الانتخابات بهذه الطريقة. صحيح. نفسها. صحيح. المقاطعين والشعب الذي عزف، هسه الشعب اذا الحد هسه النسبه تتفاوت ما بين 10 الاقصاها 20 يعني بمعنى انه لم تاتي الانتخابات بافضل من سابقتها. صحيح. وكل هذا التجيش والدعوات، ووصل الحال حتى أمة الجوامع يهتفون في مكبرات الصوت والتكبيرات، وكانه دي يحشدون الناس المشاركة في الانتخابات، ولكن الناس اليوم وجدت ضالتهم. الناس هي طبعا بدعوة التغيير كما تعلم، يعني على أساس أنه التغيير ستغير الوجوه أو ستأتي بجديد. التغيير يأتي من خلال صناديق الاقتراع. لا نختلف، ولكن كيف؟ هنا النقطة الأساسية. كيف ممكن تجري الانتخابات؟ اجعل عملية انتخابية تكفل لجميع المواطنين، لجميع المواطنين الذين يرغبون بالترشيح بأنهم يذهبون إلى الترشيح وهم مطمئنون. صحيح. مطمئن شنو مطمئنين؟ يعني أنا من أريد أروح أشارك بالانتخابات مطمئن بالمنافسة. ماكو قوة سياسية عندها سلطة مالية وسلطة حكومة ولو سلطة سلاح على المرشحين ويفرضون ويخلوني أنا أمامهم فقير في الأصوات. صحيح. لا، يفترض أنه تكون عملية انتخابات متكافئة مع الجميع. تقف الحكومة والشخصيات المعنوية العامة على مستوى الوطن في مسافة واحدة. نعم. مع الجميع. هنا نقول ممكن أن تكون الانتخابات مجدية وممكن أن تصنع التغيير، ولكن انتخابات في بهذه الطريقة نفس التي سبقت والتي سبقت والأسبقها ما تحقق النتائج، فبالتالي هذا العزوف واضح. صحيح. والمواطنين لم يرفضوا، وأنا قلتها في حلقة سابقة في أيضا في قناتكم الكريمة، أنه لم المواطن لم يتلمس التغيير. صحيح. لم يتلمس التحسين. جاءت حكومة الكاظمي ووعدت بأنه يتجري الانتخابات المبكرة على أساس أنها تلبية للشعب وتلبية لانتفاضة تشرين، وهو حقيقة لم يكن كذلك تماما، لأنه تشرينين حد اليوم أعلنوا مقاطعتهم. صحيح. ولم يشاركوا في الانتخابات، منهم قليل من اشترك مع هذه القوى السياسية، وقد يكون هو يعني أراق له أن يكون بحثا عن السلطة. الأمل بحكومة تكنوقراط أو كفاءات يعني لا. أصبح معدوما، لأنه لا خصوصا لا. في ظل محاصصة، يعني هي محاصصة هو الآن. هو اسمح لي، لم يتغير شيء. يعني قضية حكومة تكنوقراط هي هذا أشبه بالضحك على الذقون. صحيح. لأنه الحكومة يجب أن، من تأتي الحكومة؟ تأتي من البرلمان. لا. إذا لم يأتي البرلمان بمعايير سليمة من في انتخابات، في عملية سليمة أيضا مقبولة شعبيا، لم تأتي حكومة تكنوقراط. صحيح. إحنا ما الفائدة حكومة تكنوقراط وهي والمتحكمين فيها أو بها 7 أشخاص أو 8 أشخاص هم نفسهم متحكمين، رؤساء الكتل في البرلمان. صحيح. صحيح. برلمان أكثر من 300 شخص المتحكمين به ما يتجاوزون 10، يعني 10 أشخاص. بالتالي شنو فائدة هذا البرلمان؟ لن يتغير شيء. لم يتغير شيء. سأعود إليك يا سعد. طيب، معنا الآن إذن هاتفيا من بغداد سيد عادل الجبوري الكاتب والصحفي. مرحبا بك يا سيد عادل معنا. أهلا وسهلا بك وبقناتك ومشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله.
يعني تحدثنا وقبل قليل تفضل الأستاذ نوري بذكر يعني أمام هذا العزوف الشعبي الكبير، إلى أي مدى يعني ترى أو أصبح موقف الأمم المتحدة الآن ضعيفا ومنحازا، خصوصا بعد حديث رئيسة البعثة وكذلك البعثة الأوروبية عن القبول بأي نتيجة للانتخابات وذهاب البلاد إلى الفوضى في حال عدم المشاركة وما إلى ذلك؟ الحقيقة اليوم الانتخابات هي رسالة تعزية إلى كافة عوائل شهداء تشرين بعزوف الناس عن المشاركة في هذه الانتخابات الباطلة والمزورة. الشعب العراقي عرف اللعبة وعرف أنه من طلب من الحكومة أن تكون هناك انتخابات مبكرة، لا كان لا يقصد بانتخابات مبكرة فقط، بل كان يقصد عدم مشاركة الأحزاب التي أفسدت باعترافاتهم. يعني كل رؤساء الكتل السياسية هم يعترفون أنه قرروا أنه قصروا في حق الشعب العراقي وأنهم كفساد، والكل تدعي أنه كفساد. وحد رؤساء الكتل يروح إلى محافظة ميسان يقول ما خلونا نشتغل، منو ما خلاك تشتغل؟ المال بيدك والسلطة بيدك والجاه بيدك، من اللي ما خلاك تشتغل؟ ليش ما اشتغلت؟ ويجون يحزون كردستان على ازدهارها. كردستان مزدهرة نعم كردستان، لأن أكو ناس تشتغل بيها، لكن ليش الجنوب يشكو لحد الآن مي صافي ماكو؟ لحد الآن يشربون مي مالح في البصرة، هاي 18 سنة صارت لكم أنتم بالحكم ولحد الآن ماكو مستشفى محترمة للمواطن العراقي في بغداد والمحافظات. 18 سنة صاركم تحكمون وماكو كهرباء في العراق. 18 سنة وماكو مدرسة محترمة في للتلاميذ الطلب في العراق. شنو كنتوا تسوون؟ الآن يريدوها دولة، يعني شنو تسوون 18 سنة؟ 18 سنة ما كانت أكو دولة، كنتوا تلعبون؟ شنو تسوون؟ فهذا اللي العزوف اليوم الحقيقة هو فرح ورسالة تعزية إلى أهالي شهداء تشرين اللي رفضوا هذه الطغمة الفاسدة التي جاءت للحكم بعد 2003. وممثلة الأمم المتحدة مهما تصرح فالعالم اليوم مدعو لأن يضع عينه على العراق ويعرف أن الشعب العراقي عزف عن هذه الحكومة، ويجب أن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني لهذه الدولة من ما يحدث فيها من سرقة. ولحد الآن الكاظمي من أجل استلم السلطة وعد بمحاسبة الفاسدين. كم فاسد أخذ 1 2 3؟ الرؤوس الكبيرة لازالت عندها المليارات ولازالت هي معروفة بفلان وفلان وفلان، لكن ما قدر الكاظمي أنه يحاسبها أو يحاسبها على الفساد اللي موجود. نعم صحيح. ايضا في هذا السياق استاذ عادل، يعني تاكيد نقيب المحامين في العراق انه عدد مراكز الاقتراع، قد يعني بعض المراكز لنقل من الاقتراع رفضوا دخول المحامين المراقبين، الا يؤكد ذلك ما يثار عن نيه ربما لتزوير انتخابات او التلاعب بهذه النتائج، ولا سيما نحن نعلم انه سطوت وسيطرت بعض الاحزاب التي تمتلك قوى مسلحه وميليشيات على بعض المراكز في العراق. الحقيقة الأستاذ رأيقي بالمحامين وجه 5000 محامي في الكرخ والرصافة والمحافظات لعضور الانتخابات كمراقبين باعتبارهم أنهم القضاء الواقف، لكنه مو بس هم، حتى الصحفيين منعوهم قسم في مراكز الانتخاب من أو الصحفيين من الدخول. وهذا يعزز أنه أكو كانت عمليات التزوير، وفعلا يعني شوف المراصد رصدت كثير من التزوير من حالات التزوير وكثير، وألقوا القبض على العديد الآن موقوفين في مراكز الشرطة، وحتى اعتداء على آمر لواء واعتداء على ضابط. يعني هذه كل تخرقات يجب أن تتخذ الأمم المتحدة بها إجراءات، وتعرف أنه العملية الانتخابية اللي صارت بالعراق هي عملية غير نزيهة. لذلك احنا من ندعو إلى مقاطعة الانتخابات، لأنه نعرف أنه ماكو انتخابات نزيهة في العراق، وهذا ما أكدته انتخابات 2018 وما قبلها. ولا أحد يعني باعتراف رئيس الوزراء السابق
اللي هو حيدر العبادي قال أنا أعرف أنه الانتخابات مزورة لكنه ما قدرت أحكي أو حتى لا تصير فوضى. شنو ما تصير فوضى وأنت تعرف انتخابات مزورة؟ نعم. على ذكر هذه الفوضى أيضا أستاذ نوري، يعني الحديث الأوروبي أيضا عن مخاوف من تأزم الأوضاع السياسية والأمنية أيضا والفوضى بعد إعلان النتائج، لماذا هذا الخوف بعد إعلان النتائج أن تكون هناك فوضى أمنية؟ يعني الحقيقة بعد إعلان النتائج الفوضى الأمنية اللي ممكن تحدث هي مو بسبب المقاطعة، هي بسبب المشاركين. مشاركين القوى السياسية التي شاركت هي متوعدة بعضها. البعض تعرف المنافسة على رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. نعم. هذه النقاط الأساسية. صحيح. وهنالك أقطاب واضحة المعالم هي اللي قاعد تتنافس بهذه الانتخابات ونزلت بثقل كبير. والتهديدات قبل إجراء الانتخابات حتى في الدعاية الانتخابية. واليوم بالرغم من دعوة يعني إعلان بأنه الانتخابات تجري بسلاسة، ولكن شهدنا ما تم تسريبه من خلال صحفيين ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، خلافات وصلت إلى استخدام السلاح ما بين أنصار الحسين أو صاد من الأحزاب. صحيح. المشاركة في الانتخابات. صحيح. هذا هو المقلق. المقلق ما بعد هذه النتيجة، ما بعد نتيجة الانتخابات، أنه من يكون الكتلة الأكبر، من يحصل على المقاعد أكثر، من تؤهله مقاعده المقاعد للحصول على منصب رئاسة الجمهورية أو منصب رئاسة الوزراء أو منصب رئاسة النواب. وبالمناسبة بالرغم من العرف السياسي كما هم يدعون، وهو مخالفة دستورية، هم يسموه عرف سياسي ولكن هو مخالفة دستورية. كيف يعني؟ رئاسة الجمهورية للكرد، رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة البرلمان للسنة. هذا بحد ذاته اليوم هو قلق. صحيح. اليوم هو قلق. هل هذه القوى السياسية التي ستفوز في الانتخابات، في هذه الانتخابات، ستلتزم بالعرف السياسي السابق أم لديها طموحا للتغيير؟ لديها فكرة بديل؟ هنالك أفكار تطرح. صحيح. هنالك قوى سياسية شيعية تؤيد بعض الدعوات من قوى سياسية سنية إلى أن تكون رئاسة الجمهورية عربية للمكون السني. نعم. صحيح. وهذا يعني يخلق أزمة أيضا سياسية، وبالتالي البرلمان يعني يكون من حصة الأكراد، من حصة الكل. وهذا يخلق هسه، هذا مو موضوع مو سهل بصراحة، يعني طبعا. أبدا مو سهل، يعني هذا موضوع صعب وبحاجة إلى، لأنه تتخيل يعني من 2003 إلى اليوم هم يعني متفقين أو متفقون على تمشية أمورهم السياسية بهذه الطريقة. صحيح. وبعد كل انتخابات هم ما يحلون مشكلتهم إلا بعد 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر في بعض والخلاف على هالكتلة الكبرى، والخلاف على تسمية من ستشكل، يعني التي طيب ستفوز. شلون نعود من نقطة الصفر والخلاف يبدأ من جديد؟ طبعا هي دستوريا ماكو هاي الإشكاليات، ما موجودة بالمطلق. دستوريا من حق أي عراقي يرشح على رئاسة الجمهورية، بالمناسبة مو بالضرورة يكون عضو بالبرلمان، حتى رئيس الحكومة، حتى رئيس البرلمان. نعم. من البرلمان. نعم. رئيس البرلمان من البرلمان. ورئاسة البرلمان هي مو فرد، هم صنعوا رمزية للفرد في البرلمان حتى يسوون توازن ما بين الكتل. واللي هي هيئة رئاسة وفق الدستور. هي هيئة رئاسة. صحيح. وهيئة الرئاسة يفترض أنه ما تكون على المكونات معاصصة يعني بهذه الطريقة. أيضا من يجد نفسه كفوء للترشيح في لهيئة الرئاسة كأن من يكون مواطن عراقي في يعني فاز بالانتخابات وأصبح عضو بالبرلمان، يرشحون على العناوين الثلاثة اللي موجودة، ربما رئيس ونائب ونائب. أحد أسباب العزوف عن المشاركة ربما بقاء هذه المحاصصة، يعني أحسنت. هي نفسها هو شوف هي هاي المحاصصة المواطن أي تغيير، يعني هو هاي المواطن بدأ يستشعر ده، يقول هاي المحاصصة نفسها. نعم. وهذا التقسيم نفسه ماكو أمل لتغييره. نعم. بالتالي هي هاي المحاصصة هي التي جاءت بالفساد، أو هي التي حمت الفساد، لأنه تعرف كتلة تحمي كتلة. هسه احنا بالدورات السابقة حتى من يصير استجواب وزير أو أي مسؤول حكومي
راسا كتلته تبدي تدافع عنه، ليش تستجوبون من هاي الكتله؟ ليش مو من ذيك الكتله؟ طيب هاي ما لها علاقه، يعني هذا اليوم نائب من اي كتله الكان، من اي طائفه الكانت، صحيح، حصل على ملف فيه فساد خلص المفروض يستجوب في البرلمان، سين او صاد من الناس يعني موجود في البرلمان هو يستحق استجوابه، المفروض يستجوب، ما يستجوب وفق المعايير السياسيه، ما يستجوب وفق المعايير المحاصصه التي خنقوا بها البلاد ونهبوا بها العباد. صحيح. يعني هم وضعوا اطر حددوا بها سلوك السياسي للعمل البرلماني. حتى البرلمان يا اخي، البرلمانيين الذين رشحوا حتى اليوم مرشحين مثلا، من يعرف مهامه بالبرلمان؟ هو شنو دوره؟ لانه برامجهم الانتخابيه ما افتهمناها. صحيح. شنو برامجهم الانتخابيه؟ ناس تقول لك انا اسوي لك تبليط، وناس تسوي لك مجاري، وانا راح ادافع عن حقوق منطقتي. وهناك لجان داخل البرلمان، انت مو نقابي. نعم. عضو مجلس النواب مو عضو نقابه، مو رئيس نقابه عمال، لو رئيس نقابه بنائين، لو رئيس نقابه السواق الأجرة حتى يقعد يدافع عنهم على مود يصير تبليط شارع. عضو مجلس النواب هو مشرع. صحيح. يعني شوف هاي الكلمة اشقد حجمها كبير، اشقد صغروها بتفكيرهم. عضو مجلس النواب مشرع، شي يشرع؟ يشرع ان القوانين بمعنى طرق واسلوب الحياة. صحيح. احنا شلون راح نعيش بهذا البلد؟ من يحدد ان حياتنا شلون نعيش؟ المشرع يحددها. من هو المشرع؟ عضو مجلس النواب. نعم. ما هي مهمته الثانية؟ المهمة الثانية مراقبة الحكومة لأداء القوانين التي شرعت من قبل مجلس النواب حتى يحمي حقوق المواطنين. صحيح. بهذه الطريقة يكون هو مدافع وحامي لمن؟ لحقوق المواطنين. مو يروح يصير نقابة عن حي الوحدة، لو حي، لو اي منطقه من مناطق الموصل، لو تبعه الخدمات الجانب الايمن والجانب الايسر. نعم. هو مو مسؤول عن ذني، هو بالمناسبه مو مسؤول عن ذني. ليش؟ لانه عندنا بالدستور ايضا مجالس محافظات. نعم. ومجالس المحافظات ايضا يتمتعون بهذه الصلاحيات. صحيح. وقريبين من من ينفذ الخدمات في الأحياء والأزقة والحارات. اللي ينفذها من هو؟ ينفذها المحافظ اللي تم انتخابه من مجلس المحافظات. نعم. يعني أعضاء مجلس النواب اليوم مراقبين، المفروض يكون أغلبهم. نعم. رشحوا وأقنعوا الناس بمهام، مو مهامهم، مهام من؟ مهام عضو مجلس محلي. حتى مو محافظة. مو محافظة. حتى مو محافظة. نعم. وهذا مستوى ما يخلينا نطمئن على مصير البلد المستقبلي. نعم. يعني مستقبلنا كبلد احنا اعضاء مجلس النواب يجوهم ومستواهم. نعم. مستوى عضو مجلس محلي شو راح يشرعوا لي قوانين على مستوى الوطن؟ نعم. شلون يحدد، شلون يساوون الكفه ويخلون العنوان الرئيسي ما بين المواطنين هي المواطنة، ابن البصرة وابن الموصل وابن كردستان وابن الأنبار. صحيح. عنوانهم الرئيسي المواطنة وليست المحلة أو المحافظة وهذه العناوين الفرعية، مع اعتزازنا وتقديرنا واحترامنا لكل هذه العناوين، ولكن العنوان الرئيس عضو مجلس النواب اللي يشتغل عليه هو الوطن. صحيح. كيف ممكن يحمي هذه المصالح وهو جايب هذا المستوى وهذا التفكير؟ من هنا يعني أستاذ عادل، يعني بعض الناشطين أكدوا وجود إقبال ضعيف على التصويت من أهالي الجانب الأيمن في مدينة الموصل، هذه المدينة التي لا تزال منكوبة. كيف تفسر هذا العزوف عن التصويت في هذه المدينة؟ إلى أي مدى يؤكد فقدان الثقة بأي تغيير، لا سيما بعد كل هذه السنوات من سيطرة القوات الحكومية على المدينة بعد خرابها؟ الحقيقة لحد الآن هي مدينة الموصل مدينة منكوبة، والموجود حاليا من المرشحين لم يقدموا على إعادة إعمار هذه المدينة وإعادة أهلها النازحين، ولا زالت العملية الانتخابية في الموصل تجري بالتهديد. يعني وصلنا من النائب السابق جوزيف الصلاوة أنه أكو تهديد للمسيحيين في انتخاب بالموصل، في انتخاب نائب معين من الميليشيات، وهذا موجود في تسجيل صوتي إلى. نعم. العزوف الناس على الانتخابات بعد ما شافت الموصل أنه لحد الآن لم يتم إعادة إعمارها رغم توجيه
الكتل بإعادة أعمار وإعادة الأهالي إلى مدينتهم، فلذلك صار عزوف عندهم. لحد الآن النواب اللي موجودين يمثلون الموصل ما اشتغلوا لإعادة أعمار الموصل، وكلهم ما عندهم أي برنامج سياسي أو برنامج أعمار المدينة. لذلك نشوف العزوف اليوم، وقلت لك أنه رسالة إلى أهالي الضحايا بأنه هذه الانتخابات هي انتخابات فاشلة لا ترتقي إلى مستوى انتخابات مجلس نواب في بلد مثل العراق. نعم، أيضا يعني كيف تقرأ هذا العنف بين المرشحين وتهافتهم الكبير على الفوز بالانتخابات، حتى بتكرار سيناريو العنف الذي تقول الحكومة إنها يعني تريد الخلاص منه، يعني هذه الشعارات والتجيش الطائفي من بعض المرشحين؟ يعني التجيش الطائفي استمر حتى في عملية الدعاية الانتخابية وفي يوم الانتخاب في الصمت الانتخابي. في أثناء الصمت الانتخابي استغلوا هذا الصمت الانتخابي لتجيش الناس طائفيا في من بعض الكتل، وهذا يخالف تعليمات المفوضية العليا للانتخابات ويخالف توجيهات الأمم المتحدة في الصمت الانتخابي. نعم، في آخر دقيقتين تقريبا أستاذ نوري، يعني هناك مصادر صحفية الآن تحدثت على تقريبا حتى الآن نسبة المشاركة في بغداد تحديدا في العاصمة ربما لم تتجاوز حتى الآن 10%. ماذا تعني هذه النسبة خصوصا في العاصمة بغداد التي جيش من قبل هذه الأحزاب على المشاركة فيها بقوة؟ وممكن الإطلاق على أنه العاصمة بغداد هي مقلع العمل السياسي باعتبار رؤساء الكتل أغلبهم هم رشحوا في بغداد صحيح. ويدلون بأصواتهم في فندق الرشيد. هذا يعني انتخابات فايف ستار. خب أنت مو سويتوها محلية، روح بمنطقتك وصوت حالك حال الناس صحيح. ليش تروح تصوت في أماكن؟ شوف حتى هاي الناس قامت تتحسس من عندها. فعدم المشاركة يعني هو بكل صراحة اليوم الناس بدت بتنخدع بعد، بدت واعية تعرف ما تريد، ما تخدع بالشعارات الرنانة والشعارات البراقة والتي ممكن يعني زج المواطنين بتسييسهم بطريقة التجيش البسيط. لا، المواطنين اليوم داركين ماذا يريدون، خصوصا بغداد التي شهدت يعني حركة كبيرة بثورة تشرين. بغداد عندما تم تهديد الشباب التشرينيين الذين اعتصموا في ساحة التحرير تم تهديدهم وخرجت تسريبات بأنه راح يتم قصفهم بالطائرات ليلا وأطفاء الكهرباء. الناس خرجت من بيوت، نساء أطفال رجال صحيح. ملايين الناس خرجوا لحماية أبنائهم. هؤلاء في الانتخابات ما جاءوا. هذا دليل على شنو؟ هذا دليل على أنه القوى السياسية الموجودة اليوم المتسلطة على رقاب الناس هي مرفوضة من قبل الشعب. نقطة السطر، لا بعد ما بيها مجاملة القضية كذا. نعم، إذن في ختام هذه الساعة نشكر سيد نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. وشكرا جزيلا أيضا للكاتب الصحفي من بغداد سيد عادل البدري، شكرا جزيلا لك أستاذ عادل. أهلا وسهلا. لنا لقاء آخر مشاهدينا الكرام ومتابعة خاصة أيضا بعد نصف ساعة تقريبا من الآن. إلى اللقاء.